الكلمة الصافية لما تطلع من القلب بتقرب قلوب من بعضها. الكلمة الصادقة اللي مليانة حب تقدر بيها تسعد الناس كلها. كلام من القلب، كلامنا شبك طبطبة. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. طبيعي جدا ان لو ابنك عنده بكرة امتحان انه يكون قلقان شوية ومتوتر عشان حريص انه يجيب درجات كويسة. بالعكس لو ما قلقش شوية في الاوقات دي تبقى حاجة مش طبيعية واستهتار بمستقبله. لكن في ساعات بقى الاباء والامهات من كتر حرصهم على مستقبل ولادهم وانهم لازم يذاكروا كويس ولازم يجيبوا الدرجات النهائية في امتحاناتهم بيضغطوا عليهم نفسيا وعصبيا جدا، لدرجة انهم ممكن يخلوا ولادهم يدخلوا في دايرة الاكتئاب والامراض النفسية. واكيد في كل عيلة فينا في او معرفنا او اصحابنا سمعنا عن الولد او البنت اللي عندهم ثانوية عامة واللي منهم قبل الامتحانات بيجيله كوابيس واكتئاب وما يبقاش عايز يقابل حد، واللي بيجيله امراض معينة زي انه على طول مصدع او بيدوخ او يغمى عليه قرب الامتحانات، ولما يروح للدكتور يكتشف الاب والام ان كل اللي فيه ابنهم ده نتيجة الحالة النفسية. مش بس كده، في مرة حد حكالي ان ابنه كان متفوق جدا وطول سنين دراسته في حال التفوق ودرجاته عالية جدا، لكن يوم امتحان الثانوية العامة من كتر الضغوط اللي كان فيها ساب ورقة الامتحانات فاضية تماما ومكتبش فيها ولا كلمة نتيجة الضغط العصبي اللي بيبقى كمان من الأهل شديد جدا عشان لازم يجيب الدرجات النهائية ومنقص حتى نص درجة. الحالة النفسية اللي ممكن يكون فيها ولادنا أثناء فترة الدراسة واللي ممكن تأثر عليهم فيها، ده هيكون كلامنا إن شاء الله النهاردة مشاهدينا مع الأستاذ الدكتور طارق أسعد. وأكيد بنرحب باتصال حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتوا لنا SMS على رقم 91235 في انتظار حضراتكم، ولكن بعد الفاصل. كلام من القلب، كلامنا شبه